الإسبال بمعنى إرسال الثوب فيه مضار، بعضها يرجع إلى الثوب نفسه، كذلك بعضه يرجع إلى قلب الإنسان، فالزيادة عن الغرض المطلوب لا يخلو من السلف. ولذلك اختلف أهل العلم بسبب اختلاف النصوص، فقد جاء نوعان من النصوص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. فالمطلق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، وهنا ليس المقصود الإطلاق بعرف الأصوليين، هذا من العام، لكن المقصود أنه لم يرد فيه هذا القيد. والثاني تقييده بالخيلاء، وهو من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فالذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون الجميع منهي عنه بإسبال، لا أقصد يقولون الإسبال المنهي عنه هو ما كان بخيلاء، والذين يرون بقاء المطلق على إطلاقه يقولون الإسبال بخيلاء محرم مرتين بنصين، والإسبال بدون خيلاء محرم مرة واحدة بنص واحد. أما الإسبال الذين تحدثوا عنه هنا فهو الإسبال في جهة الرجلين. نعم. فقد ورد النصح في رفع الإزار حتى يصل إلى أنصاف الساقين، وهذا أفضل شيء بالنسبة للإزار، فإزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. كذلك غير الإزار من الثياب لا حرج في تجاوزها حتى تصل إلى ما فوق الكعب. إذن نصف الساق خاص بالإزار؟ نصف الساق خاص. إذا لا يقال أن الثوب يكون إلى نصف الساق؟ لا، ليس كل الثياب إلى نصف. الخلاصة فيها أن الاحتياط للدين والورع أن لا يصل الإنسان إلى الكعبين. نعم. وأنه إذا فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء ليس من المنكر البين، بل هو من مسائل الخلاف التي يتورع عنها ويؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر.